مرحبا بكم في حصتكم اليوميه قديمه جديده مسير جادو غادو قال يجيكم من الحد للخميس من 6 ونص ل 7 ونص ونحكيوا فيها مده 52 دقيقه على حاجات يهموكم يهمونا ودي فوم يهمو حتى واحد مي فو بياكم بليز نطوطون تان اليوم واش رايحين نحكيوا لكم شوفوا معنا في الصومير تعرفوا ايبا نروحوا دائما للانستيتوت تاع بير مراد رايس لينسياك باش هاد الخطره تعرفوا على مهنه لي زامبريمور راح نشوفوا الامبريمري لوف ساعات كي دعمنا من هيك حاجه شابه عمره بلا بانتور صبيغه سي بيان سي بيان مع محي الدين مدبر بيان سور ابري تاني كون فاروند روما جون غراند اون غراند فام دو لتر الجيريان احد اعمده الادب والثقافه في الجزائر اللي وافت المانيا هاد اخر الاسبوع الماضي اللي هي اسيا جبار لو روتور سور سا كارير افيك مريم عجال اي بي نحكيو اليوم تانيك في هذه الحصه على لو موفمون كاريكاتيف اي وي هاد الجمعيات هادوما اللي راهم يديروا في الخير ناس الخير ونوين الخير وحابين يجيبوا سعاده في قلوب الناس وديار الشمس تانيك باراموكاسيون سي جوست اون موفيز بلاك رانا ناويين الخير اسوسياسيون تاع مصاغر ما عندهمش بزاف مي راهم يخدموا ياك تي في وراهم ضافنا اليوم بعد جينجل تعرفوا عليهم رانا ناويين الخير مرحبا بكم راكم ناويين مازال ما درتوش الله يبارك معنا امين رازي مرحبا بك رئيس جمعيه رانا ناويين الخير اسم الجمعيه هذه ومعك ثانيك نائبه رئيس اللي هي هاجر شاعري 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 نقطتين بعد العين شاعري مرحبا بكم يعطيكم الصحه اللي جيتونا سي بليزير راكم معنا صافي 4 شهور ملي راكو تخدموا ملي راكو ناويين نديروا ملي انا ناويين الخير صافي دوكا سي مو اه ملي بدينا انا 4 شهور ملي بديتو انا 4 شهور كنا كنا على كل حال كنت نخرج من داك مع لا فامي عندي اختي كنت ندير معاها دو خرجات ومن بعد كنوينا حبينا نوسعوا الحاله واش دير هي لي دون زان موفمون اسوسياتيف واحد اخر خرج مع شغل حنا كنا جروب صغير اه كنت انا وياها على كل حال كنا نخرج مع لا فامي نخرجوا من داك نزوروا المرضى الى اخره حبينا شغل نوسعوا هذا العام اون فامي حبينا نوسعوا هذا العامل باش نخرجوا مع اصحابنا هكذا ومن بعد كنويناها في بيان سور بديناها في فيسبوك طرحت عليهم هذه الفكره وقلت لهم واش رايكم نبداوها جروب بديناها على كل حال كنا خمسه ومن بعدك عندها واحد الكاتمو عشينا دوكا انا دوكا 25 واحد 25 15 في الجمعيه نعم اللي زاديرو اعضاء تاع الجمعيه 10 متطوعين و10 اللي متطوعين نعم ناويين الخير هما معنا ثانيك في الحصه هذه كيما سبق وقت لنا في السومير بيان سور لا كرونيكوز والكرونيكور تاعنا جوست على يميني اليوم مولوديه يا اليوم مولوديه شبيك حنا شنو انا اللي دنا لك رانا هنا شبيك تقعدي بينا مريم عجال واش راكي صافا مرحبا بك لاباس ميم سي تو ان سوجي موان درول كو سا كو المولوديه وداخل المولوديه وشنو هو اكسترا حنا نهضروا على الفقيده المرحومه الادبيه الكبيره اسيا جبار هذاك صافي بيزار دو دير الفقيده اسيا جبار سي فري كو سيتي لا سوربريز لكامل الناس على كل حال الموت جامي يكون نافع مي لو شوك En tout cas, on va revenir un petit peu sur la carrière de Hamak dans quelques instants. Et puis, quand même, comme les quatre gars étaient qui les rappellent, c'était écouté à son boulot. Avec le bâtiment, qui m'a donc les téléviseurs, t'as vu qu'il a donc son dos. Tu fais mon rocher. Mais il y a deux mots de balou, je serai croyant. Ça va. Quand il écoute Flamperé, il écoute le musée de l'Occampéré, mais t'as été chargé. Tu vas profiter un petit peu. Ça va. Maintenant, je fais les offsetistes. Oui, mais le mahad loi. Conducteur d'offset. Oui, mais allez, soit conducteur. De machine à imprimer ou l'imprimeur ou là voilà voilà hado madame gars je trouve ça spécialité conducteur d'offset il y a voilà. Des conducteurs d'offset diplôme qui est conducteur conducteur d'offset mais dire n'empêche que il dit l'autre année flexo il dit les machines de sérigraphie donc on va voir ça en bac bien sûr voilà dans quelques instants on va donner aujourd'hui à ضيوفنا اللي راهم حاضرين معنا راهم ناويين الخير انا نستناو نشوفوا مازال ما على بالناش ما لحق علينا والو الجمعيه هذه عندها 4 شهور ملي راه هنا براقي
براقي. لا براقي، علاش براقي؟ حومتكم براقي ولا لقيتوا اللوكال في براقي ولا؟ احنا بدينا اصبر دقيقه لا فيس بريزيدون تهضر اسكت. نو باسكو لا بليبار تاع لي جروب براقي. اه سي سا باسكو وثاني عندنا مقر براقي. شكون عطاكم المقر؟ ما تهضرش، شكون عطاكم المقر؟ انا المقر. اي لا هذاك الواعر هذاك عاجبك سكنه ما كانش كدا عندهم مقر. اصبر يا ودي شكون عطانا المقر؟ صافي دوكا عندنا اكثر من شهر وحنا نحوسوا كيفاش نديروا في حكايه المقر باسكو من قبل كنا ما كناش بزاف ودوكا كاين بزاف غاشي حابين يلتحق بينا كي حبينا نديروا صرنا بزاف عراقيل بزاف صعوبات باش نروح لابيسي امبوسيبل يودي هما ما عندهمش يحطوا روحهم لا لا باسكو حنا كنا مع الاول حابين نديروا ندو بيبيوتيك ما حبوش لازم نجيب لوتوريزاسيون لا ولايه وصالح بزاف هكذا كاينه وحده مفتشه تما مفتشه وين في التعليم في التعليم مفتشه مفتشه المدارس اكاديميه التعليم اكاديميه التعليم ايوه هذه الجزائر شرق ولا غرب صديق شرق الجزائر شرق اه براقي شرق صح سي سود هي نورمالمون مي بون ديروها شرق اسنا بدي تفهموا بيناتهم حتى كملوا بصح يديروا الديسكور كيف كيف دونك مفتشة هذه لو نون ديالها معليش ما نقولوش اسمها باسكو تاع ما مازال تخدم دونك ما نقولوش اسمها يعطيها الصحة يعطيك الصحة بيان سور سيغ يعطيها الصحة هذه عاونتنا وشافنا مقال في واحد المدرسة مدرسة عاشور يحيى تاين براقي اه 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 هي الحوسه ديال المديره هي اللي كانت شغل عندها دخل كبير في هاد الحاجه خاطر الشغل كي لحقنا ليها قالت لنا ما كاش مشكل قالت لنا كنت تجيني انا من الفوق الابتدائي احنا درنا المقر تاعنا في ابتدائي قالت لنا شغل راه باب مفتوح ليكم قالت لنا حاجه كيما هذه ما نقدرش نولوا اللور على جالها وكي رحنا كي لحقنا المفتشه قالت لنا ما كاش مشكل انا اللي عليا نديرو وان شاء الله على كل حال الصباح كنا عندها وقالت لنا باذن الله فريه دونك مازال عندكم مشكل تاع المقر مازال عندكم مشكل تاع المقر تاعكم بصح درتو كوارتكم خلاص وليتو جمعيه رسميه عطاوكم الكيتوس تاع ميساد الانتيريور وكذا نو حنا كملنا كامل لي بابي ديالنا بصح باش نكونوا جمعيه قانونيه ولا جمعيه رسميه مازال علاش شحال عندكم لي ديبوزيتو دوسي المقر عندنا دومو على كل حال دومو خلاص الا ما قالوا لكم والو دومو سيكسي فوراكم لا القانون يقول هكذا الا ما تقولكش الاجابه سيك راكم لا المشكل تاعنا المقر قال لك لازم في الدوسي تدفع لنا معاه ورقه باللي عندك مقر دير لونساج دير لونساج قرانا وين نديروا الخير عاونونا نعطيونا بها على كل حال يجيك عراقيل ما لقيتوا حاجه كيما هذه بصح كاين عيبات شغل اللي شغل ياثروا عليك بهضرات اللي تقول شغل حاجه كيما هذه ويحبسوك هي في الصح يمكن واقل جمعيات اخرى اللي لحقت البيت هذا كيما نقولوا زعما كاين جمعيات داروا حاجات ماشي ملاح صافي يرفدوا العين عليهم يقول لك واقل هذو كيما هما على كل حال كل واحد نيتو كيفاش كاين اللي نيتو صافي كاين اللي نيتو حاجه واحده اخرى صافي هما رفدوا هذه العقليه عليهم يقول لك واقل هذو كيما الاخرين لا لا يا خويا شوف دير عندك عباد هكذا يكونفيرمي ويتبعوا هذه المجموعه ويشوفوا واش راهم يديروا شغل لا لقاوها حاجه مليحه رايحه جنب اللهم بارك دعمونا لقاوها حاجه مليحه كاين القانون باش يحبسها ايه. هاي والله هذا هو الصح هي كاين بيان سور دونك بزاف ناس يفون بلو كونفيونس لي اسوسياسيون دو مال انت اون فوا اون فوا وي سورتو هادو قال لك رانا ناويين الخير من الاول قال لك رانا ناويين وبعد الى ما صرات حنا نوينا شعار تاعكم شباب الخير هدفنا اسعاد الغير توب ماركتينغ شباب الخير هدفنا اسعاد الغير تجي من في السطاج والحيله بيان نو سي بيان نو سي بيان سي اكروشور نو الحق شكون جاب الشعار هذا انا بيان سور انا بيان سور نحيها عباك والله غير ما انا لقيته ماشي بالعالي ما تخش انا بيان سور ماشي مليح في الجمعيه ماشي مليح راك ناوي الخير وانا بيان سور سي كاك احتار بديرك بهم تاع في الجروب سقسيهم يقولوا لك والله غير انا كي هما على كل حال والله غير ما كاش ديفيرونس خاطر علاه كاين لعيبه اكثر مني في الجروب
صافي نقيمهم ونقادرهم. لا لا الله يبارك. لازم... لا احنا سبت لا بليزونتري برك هذا ما نقصروا بوغ دي طون باسكو قبيلات تلاقيتهم الفوقه الورقه وستيلو واش نقولوا كيفاش نهضروا كذا قلت لهم هادو غير ما يهمهم هادو ديروا بهم من بعد جوست بوس هذا ما مازال ما وجدوش الديسكور تاعهم. لا 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 ميم او كونترير سي كوم سا كون سي راهم صح على نيتهم. ان توكا كاين كيما قبه يونايتد بيسكو انا نحكيو على لي زاسوسياسيون وقبه يونايتد ممثل فوالا ممثله عندنا احنا من طرف ستارت اب طوكيا اللي خدمنا كاع عندهم باطل هاني عاصم مريم بزاف كان عندهم مشكل هدايا كانت الكشافه تاع القبه هي اللي احتضنت سياج تاع قبه يونايتد بون لو مومون دوكا نورمالمون نلقاو لوكال الكشافه تاع القبه هي اللي دارت لهم هذا الشيء. هما قالوا لنا نديروكم فروع بصح احنا حبينا شغل الجمعيه مادام خدينا رانا ناويين الخير ما كانش اسم واحد اخر تاع جمعيه زعما ولا مجموعه تاع رانا ناويين الخير صافي حبينا نبداوها حنايا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبدا منا ان شاء الله تولي عبر الجميع ان شاء الله ان شاء الله. استاذ هاجوك تي حابه تقولي حاجه ما خلاكش تهضر يعني شاهد. لا لا باسكو حنا كي حنا نديرو الدوموند واش قال لك؟ قال لك لا لا قال لك مادام نتوما صغار شوفوا كاش جمعيه كاش كشافه ودخلوا تحتها جوغ ما تكونش مستقل تكون توجور تابع وحنا هذا الشيء ماناش حابينه. اها 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 امكشفوكم امكشفوكم بون شحال كاين من طفله في الجمعيه تاعكم؟ كاين 25 عضو شحال كاين من طفله؟ يا المشكل البنات اكثر من الدراري. لا لا او كونتخير علاش؟ اه انا 6 دراري والباقي كاع نساء باقي كاع نساء. لا 19 طفله يا خويا قال لك نساء ما يديروا والو في هذه البلاد. لا الله يبارك شايفه اي نو ماشي يقول لك نساء ما يديروا والو في هذه البلاد. نكذب عليك لا راك عندي بنات على كل حال وحده منهم اختي وهذه وكاين الله يبارك بنات معايا تحطهم في بوست تاع اطفال ما تخممش عليهم كامل. الله يبارك. لا راه عندي الله يبارك بنات. كيفاش جاتكم الفكره؟ بون تاع سي فاميليال هذا العفسه دونك انت ما تجاوبش ريحه كات كوتي. كيفاش جاتكم هذه تاع روح هذا روح الخير روح تاع باش ليسبري دو 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 ليسبري كاريتاتيف تسمى كيفاش جاتكم باش توليو باسكو سي با ايفيدون هكذا تروح تمد من وقتك باش تعاون الناس باش الاخر شو سبا. نو هي في الديبي كانت الفكره تاع امين. لا لا انتم تيتر بيرسونيل ماشي كيفاش تلميتوا وكذا واش داكم لهذا الشيء هذا؟ ايوا باسكو كامل حابين الخير كل واحد منا جوغ تلاحق بينا بعد ما بعد مناسبه بعد حفله درناها تعجبوا يعجبوا الخوب يعجبوا كيفاش متفاهمين اي تو يدخل معنا. وكي بديتو فيسبوك؟ بدينا مع الاول فيسبوك. ايوا مزيان كاين فيسبوك سينو كنت جامي بديتو تسمى. لا هو لا لا ماشي شرط باسكو حنا من قبل امين كان عنده 6 صحابو هادو الاولاد هما اللي بداو يخدموا مع اختو تانيت من بعد انا اختو سي لا كوفين ديالي دخلت معاها وبداو البنات دونك ماشي حكايه تاع فيسبوك برك. شحال عباك واش كاين بزاف البنات اكثر من الدراري باسكو البنات يهضروا اكثر من الدراري فهمتي؟ هما البنات هذه والله راني في واحد الجمعيه شحال مليحه 19 داري كيفاش والله نورمال الحمد لله الحمد لله ربي نشكره. الحكايه صارت لي عندها سمانه كنا جايين من باب زوا كان عندها رينيو في السونتر درنا رينيو تما من قوه ما كانت الشتاء كامل جات علينا ولا قلنا ننوي نطلعوا في الكوس روحوا كامل كيف كيف صافي بروفيتي وشويه ناوي الخير ما تخلصوش علينا. طلعنا كانت واحدة امي تقرا معايا قرات معايا في الليسي هكذا هضرت معاها قلت لها كيفاش راني في الجمعيه قالت لي واش راكم ديروا هنا؟ قلت لها كاين جمعيه خيريه هكذا فتحناها انا مع بعضنا ايماجيني دخلتها سور بلاص شحال جابت لي معاها 5 بنات اقسم بالله غير 5 بنات ولا غير في الكوس لمدت لي 5 بنات اكوتي قالت لي هادو كامل يدخلوا اللي تطلع تقول لها كيفاش راني معاكم صرتو كي سمعوا كاش حفله ولا عم دايره حفله تاخذنا زعمتوا الله يبارك. بون نكملوا نحكيوا معكم جوست مع بعد ما نعاودوا نرجعوا على وفاه اسيا جبار الله يرحمها الويكاند هذا اللي فات مع مريم. الجزائر شوقي فقدت البارح ولا البارح لا فاي تاع البارح الجمعه في الليل لا نوفيل طومبي لو فاندردي سوا سامدي مي سا سي كونفيرمي سامدي دونك البارح الجزائر فقدت واحدة من كبار الشخصيات الأدبية الجزائرية اللي مثلت الجزائر أحسن تمثيل ما نقدروش نقولوا أكثر من هذا الشيء الكاتبة المؤرخة المخرجة الأكاديمية الفرنكوفونية آسيا جبار دو سون فري نون فاطمة الزهراء إيمالايان من مواليد مدينة شرشة
فشل زايدة لو 30 جوان 1936 أسيا جبار كتبت أول رواية تاعها لا سواف ان 1957 pendant la grève de l'UGMA pardon c'est la grève des étudiants oui كانت هي طالبة في ليكول ديفي وبعد هذا الكتاب لا سواف أول رواية لها خرجت مجموعة من الكتب مجموعة أخرى حوالي 20 كتاب دي رومان دي إيسي بويزي دي بويزي أوسي هاد الكتابات كلهم ترجموا ل 23 لغة وانتشروا ولا نشروا باردون عالميا بلا ما نساو بيان سور لي ديفيرون بوست كالا اوكوبي لي تيز لي تيز اللي عملتهم تاني في بليزيور يونيفرسيتي نذكروا من بعدهم من بينهم باردون لا تيز اللي قدمتها في مونبلي 3 من 1999 جامعة مونبلي 3 بيان سور en 2001 اشتغلت ou la درست في l'université de New York en 2000 نالت le prix allemand de la paix en 2005 bien sûr c'est l'effet le plus marquant de sa carrière le fait pardon le plus marquant de sa carrière en 2005 elle a été élue à l'Académie française blamansa ou les différentes nominations taha le prix Nobel 2009 elle a été nominée plusieurs fois elle n'a pas eu de prix Nobel mais elle a eu une vingtaine de prix littéraires ouhdoukhrin ماشي le prix Nobel mais d'autres prix internationaux fi Allemagne ou غيرها من البلدان Asia Jbar معروفه ثاني pour son engagement dans la lutte pour l'émancipation de la femme chouqi les deux sujets principaux تاع كامل les livres تاعها c'était bien sûr la femme et aussi son pays l'Algérie كانت تاخذ ثاني مواقف عديده مواقف شجاعه كانت صريحه ou même bien les prises de position courageuses تاعها كانوا بداو d'abord في la guerre de libération ou وصلت الى يومنا هذا الى ان فقدتنا هذا الشيء نقدروا نلاحظوه في les différentes interviews تاعها اللي مدتهم في les différents témoignages اللي دارتهم في plusieurs documentaires نخليكم نشوفوا لقطات من quelques interviews Je voudrais signaler aussi dans votre exposé que d'une part, je pense que ce problème est en voie de déblocage en quelque sorte et que également en Algérie comme en France, il y a un grand changement. Et ne serait-ce sur le plan universitaire, il a été admis qu'on allait enseigner dans les universités puisque nous décentralisons, nous avons des universités dans beaucoup de petites villes d'Algérie. Quant aux enfants qui ne parlent pas arabe, je crois que vous vous trompez, les enfants sont arabisés du fait même de la très grande scolarisation. Les femmes, Asia Jbar, vous leur consacrez un très beau livre à la collection des femmes, femmes d'Alger dans leur appartement. Et puis vous avez également réalisé un film, La Nouba des femmes du Mont chez Le fait que les femmes chez nous, pendant toute la période de la colonisation, avaient transmis l'histoire orale de leur tribu, c'était même ma part familiale, mon souvenir autobiographique. Donc, à partir du rôle des femmes dans l'histoire nationale, ce projet avait été accepté et j'ai donc pu réaliser un long métrage de 2 heures qui ensuite a été présenté à l'étranger, qui a eu le prix de la critique internationale à Venise. Voilà, donc justement, l'interview, quand tu sors, ou quand tu as dit que le film cinématique était allé quand tu as dit quelques années auparavant, donc avant l'interview, l'interview a dit que tu as fait, c'est en 1981. Les Mitterrand ont le pouvoir en France. La gauche a pris le pouvoir de peur. Exactement. Même l'interview a dit que tu as dit que tu as dit que la gauche a pris le pouvoir, mais ça a été quand le Jazeera était l'Istiamar. تما فوق الاستعمار الفرنسي للجزائر كانت لاغوش او بوفوار ومن بعد صرا على جال الثوره التحريريه صرا انقلبت الاشياء عندهم ومن بعد عاودوا في 81 عاودت ولات لاغوش البوفوار اي بي هي اللي كانت في الثوره التحريريه اول حاجه كتبتها فوق الثوره التحريريه ومن بعد سو تروف ابري ان 81 انترفيوفي سور ان بلاطو فار الجيريان وي ان تانك الجيريان سيتي C'est une grande personnalité. 30 ans après, quoi. Après c'est à l'époque, ça faisait que 30 ans de guerre. Hein. شفنا رأيها في الوضع السياسي كما قلت شوقي وتاني وش قالت لنا على العمل السينمائي تاعها اللي كان ما عندوش بزاف من اللي خرج في هذيك السنة واللي هو بيان سور
le long métrage تاعها اللي خرج en 1979 La Nouba des femmes du Mont Chenois, un excellent film qui est disponible sur internet et d'habitude tu vois كاين لقطات وكاين le film enfin l'intégralité du film. ثاني عمل سينمائي تاعها bien sûr نعاودو نذكرو بلي آسيا جبار ماشي غير كاتبه مي مخرجه aussi. Donc هذا كان اول عمل. ثاني عمل c'est le court-métrage documentaire Zerda les champs de l'oubli اللي خرج en 1982 sans oublier son témoignage très important, Likan, le film Femme d'Alger de Kamel Dahan, un documentaire aussi, sorti en 1992. ويدعون إدراكه. ماذا تبقى لدينا بعد 5 قرون من الحضور الروماني سوى بعض الأحجار؟ ماذا تبقى لدينا بعد 4 قرون من الحضور العربي؟ اللهم وقبل كل شيء هذه الصلاة. La culture traditionnelle des femmes, bon, qui m'a marquée quand même dans mon enfance, et qui a fait que dans mon rapport à la littérature les premières années, j'avais une sorte de grand écart intérieur à faire. Je rentrais dans la littérature un peu les yeux bandés, les fermés. مؤرخة والكاتبة رحلت أكيد ولكن خلات أعمال كثيرة une vingtaine de livres mais aussi شوقي كاين 10 livres écrits sur Asia Dubar de différentes nationalités bien sûr لما نساو les 17 prix littéraires اللي داتهم واللي كنا سبقنا وذكرناهم الخبر وفاتها كان دار ضجة في les réseaux sociaux tout le monde a réagi كامل قدموا des hommages للفقيده للكاتبه سورتو ثاني يا لو بريزيدون فرونسي فرانسوا هولاند اللي قدم ان اوماج ان اتندون لوماج تاع عبد العزيز بوتفليقه اللي مازال ما سمعناش نقول نشوفوا واش قال فرانسوا هولاند François Hollande, elle, bien sûr, à cette femme de conviction aux identités multiples et fertiles qui nourrissait son œuvre entre l'Algérie et la France, entre le berbère, l'arabe et le français. Il y a eu la réaction de Nadia Labidi. Il y a eu aussi, bien sûr, Choukran Choukri, la réaction de Wazir Tarafa, Nadia Labidi, les choufou, je crois, Tnabad Ntichar, Khabar Wafet, le Fakil. آسيا جبار رحلت حياة وآسيا جبار هو اسم لامع في سماء الفن الجزائري والأدب الجزائري تقدمنا بتعازي الخالصة لعائلة آسيا جبار وآسيا جبار في الحقيقة هو اسم كلنا نعرفوه وقرينا الكتب تاعها وشفنا الأفلام لأن تذكروا أن كان عندها حياة فنية قوية في مجال الأدب كتب عديدة ترجمت هذه الكتب إلى أكثر من 20 لغة وبعد شفنا أن في فترة تنقلت من الأدب إلى السينما وكلنا نتذكر الأفلام نوبة نساء الشنوى والزردة إذن دارت محاولة في مجال السينما من الفيلم الأول عرفنا أن كان حتى في مهرجان فينيس إذن كانت عندها هي أكاديمية تاني كانت تدرس في الجامعات إذن فقدانها هو في الحقيقة خلى الساحة نشعر بفجأة بغيابها من الساحة وفيه كتب فيه أعمالها فيه الأشياء اللي خلاتها للجزائر للجمهور ولكن دائما كل ما واحد يرحل كل ما نشعر بمكانته نشعر بأن كان عندها وزن ثقيل في الأدب الجزائري وفي الثقافة
C'était la déclaration de la ministre Nadia El Abidi, ministre de la Culture, mort intéchar bien sûr wafat intéchar khabar wafat Asia Djebbar. Il y avait aussi une discussion entre Sahafa ou le Wazira. Nous avons parlé de la probabilité d'adaptation de les œuvres littéraires d'Asia Djebbar en film, en cinéma. Pourquoi pas? Nous avons suivi cette question. Voilà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? Voilà, à chaque seconde. Why not? Pour le moment, il y a de l'argent pour l'histoire. Pas encore d'argent pour des gens. Il y a de l'histoire dans les livres d'Asia Djebbar. Mais ce n'est pas une histoire comme les autres. Je dirais. Voilà, c'est tout. Non. Pourquoi pas? Ouais. Si. Ouais. On verra. Asnaïk Melo, Kirim Belkacem, Mokhlas, Mazal Lotfi, Mazal Sil Hawass, Mazal Seria, Tsmak Bel Malahou Asia Djebbar. Inch'Allah. En tout cas, on a dit comme le Khabar, peut-être, il y aura peut-être des adaptations telles le Kotob ou la Riwayat Asia Djebbar au cinéma. Fait par des scénaristes, écrit par des scénaristes. Adapté. Parce qu'ils sont déjà écrits. Non, mais il faut écrire le scénario, c'est un roman. Donc les scénaristes, les réalisateurs, les techniciens, et on va faire un film sur Asia Djebbar, qui a toujours. On va débattre sur ça, c'est pas mal. Non, mais merci beaucoup, Miriam, pour ce point sur la carrière d'Asia Djebbar. En plus, on n'a pas le temps de tout dire. Encore une fois, c'est difficile que cela puisse être. Mais il faut bien. رانا ناويين الخير ماشي انايا ماشي هما منايا منا عطي الكادر منا صح فوالا ها منايا هادو هما قال لك راهم ناويين الخير رانا ناويين الخير اللي هي جمعيه شبابيه وشابه في عمرها شابه بمعنى جن مام فيها ناس شابين على كل حال عندكم 4 شهور اللي راكم في الميدان حقيقه باسكو ديماريتو فيسبوك دوكا لا راكم سير لو تيران كنت تخدموا درتوا بزاف الاعمال في هاد 4 شهور هادوما من بينها زياره مستشفى مصطفى باصعه ولا مستشفى بارني في سيرفيس بيدياتري باش تشوفوا دراري في العيد درتوا واسمو قافله لجمعيه الاغطيه والملابس قبل في الشتاء هذايا بلوس ستم ديتو 10 كراسي متحركه للناس ذوي الاحتياجات الخاصه في نفس الوقت ثاني تقدموا روحكم بانكم جمعيه اللي حابه ثاني في الميدان الاقتصادي تتمد يد المساعده في الميدان الاقتصادي بالنسبه للي بي ام او بي ام اي enfin les petites et micro entreprises je pense surtout مع لونساج وكذا منا بصح حنا في البروغرام تاعكم ما كاين الاهتمام بالمجال التنموي ودعم الانشطه الاقتصاديه ونقطة في البروغرام تاعكم هكذا هذا واش كاين كيفاش حنا كيفاش راكم رايحين ديروا حنا كش راح نديروا على كل حال غير كيما عندنا في المولود اللي فات درنا اختنا ما عندها حتى حاجه اقتصاديه لا الحمد لله حنا اقتصاديه على كل حال والله راك تكوبي فيها بزاف لا بزاف عليكم بعدا راحتك لا نو حنا ما حش نديروا حاجه اقتصاديه حنا الحاجه الاقتصاديه الناس اللي في المجال الاقتصادي ايوا حنا راح نتعاونوا الناس اللي محتاجه الناس اللي خاصينهم الدواء خاصتهم ماكله خاصهم حوايج باش نشرو ونسيو نعاونوهم. انا قلت والله كيش تاكد الاهتمام بمجال التنمو ودعم الانشطه الاقتصاديه قلت كاش ما تعاونوا لي جون زونتربريز هذوما دوكا كيما نشوفوا تاع لونساج كذا شويه فورماسيون شويه الاخر كيما انت واش عندك وين تقرا؟ تقرا ماركتينغ كي لقيت هذه تاع شباب الخير هدفنا اسعاد الغير سير تقرا ماركتينغ. ولا درت فورماسيون على كل حال ندير فورماسيون انفورماتيك واني في سوسيتي. وراك في سوسيتي داكور وانت يا الاخت انا نقرا ثوازيام اني باب زوار وشنو؟ اميناجمون اوربان شو اللي معاكم كاين اللي يديروا كاين بزاف لي زيتيديون معاكم كاين بزاف لي زيتيديون دونك جيني ميكانيك جيني دي بروسيدي دونك il est possible de donner des cours pour les jeunes entrepreneurs par exemple حنا ما عندناش دي كور مي هذا المسجد اللي انا فيه ولا باسكو ما قبل كنا في كريش نسيو نديرو دروس تدعيميه جوغ باش نعاونوا الناس اللي ما يقدروش على كل حال احنا هكذا درنا مع الاول بليناها بلا كراش والله غالب شغل هذيك لا كراش كانت شغل صغيره والله شارج عليهم صافي حبينا نتوسعوا قلنا مادام حنا نتوسعوا صافي لازم نخرجوا من عندهم وما يكفيش الوقت حنا حبينا هذه المؤسسه باش نخدمها وتخدمنا باش نحطوا حنا تاعنا المقر تاعنا لتما ومنها ندعموا الاطفال هذوك اللي كيما نقولوا
حنا دوكا كثرتها واحد 50% كامل مقام يقراو في لافاك من الاعضاء صافي هذوك لا 50% هذوك كامل يقدروا يجوا نهار على نهار يقروا الدراري دروس تدعيميه على حسب الشعب اللي يقراو فيهم صافي هذه حابين نديروها زعما في البروغرام تاعنا ان شاء الله راك شايف واحد يقرا تروزيام اني يجي يقرا له جيني ميكانيك لا ميكانيك دي فلويد بونجور صافي تخرجهم كاع كان زبانكين بون حنا هبطنا للشارع حبينا نسقسيو الناس واش رايهم في سمعت صوت زياده ما عرفتش منين مي بون نسمع نسمع صايد صاقات هبطنا للشارع حبينا نسقسيو الناس واش رايهم في الجمعيات هذوما اللي يديروا الخير الجمعيات الخيريه عامه دونك رحنا سقسينا ونخليكم تشوفوا الجواب معنا داكور وانا نسقسيكم دوكا واش رايكم في هاد الناس هادو واش يقولوا كذا ولا جاوبوهم نتوما ديريكت داكور هاي بعد ميكرو طروطوار خويا ياسين الجمعيات الخيريه حاجه مليحه ولاحظنا باللي في الايامات هادو كثروا كاين بزاف جمعيات خيريه يعاونوا كاين الجمعيات تاع اليتامى كاين الجمعيات تاع المعاقين ان شاء الله الدوله الجزائريه تصد شويه الجمعيات هادو تعاونهم باسكو راهم يقوموا بدور كبير في سبيل المجتمع كاين الناس ربما الناس مؤمنين راهم يخدموا خفيا يعني حقيقه يعني ولكن شويه ناقصه حقيقه كما رانا نشوفوا ناقصين كنا ربما يزيدوا اكثر كاين اكثر عندنا الزواوله وعندنا الفقراء الغنيه الجمعيات هادو راه ماشي يعني ما يمشي يخرجوا على برا الناس كاين بزاف كاين 40 كاين اللي ما يعرفوا الدشور هادو ما يخرجوش ليهم بعض الجمعيات الاشخاص اللي فيهم بعد على الناس اللي فيهم دونك كاين كيعودوا ناس ملاح وكيما يقولوا هو ظراف ومعروفين بسمعتهم في المجتمع يخدموا نورمال وكاين جمعيات اخرين دايرينهم هكذا كي تيتر برك لحقنا لها جمعيه دايرينهم تيتر برك هذا ما كان هذوك اللي طلقت لهم انا مقبله قلت لك صافي هذوك اللي رفدوا خلاو الناس يرفدوا نظر علينا عيانا بصح في نفس الوقت شفنا ناس بلي يقول لك ايه الحمد لله كاين ناس يديروا الخير بلا ما يقولوا هذاك هذاك الشيخ هذاك كي قال زعما كاين مجموعات ما يستحق كيما حنا اول اشكال كون رفدوا المجموعه تاعنا نقولوا زعما كيما حنا اوفيسيال كار مع عندنا صافي لازم نكريوها باش نديبلاصيو الكاش دشرا هكذايا باش نشوفوا المواطنين تاعها واش يسحقوا ولا باش نعاونوهم حنا صافي بليزير باش نروحوا ليهم بصح الاشكال راهو كي ديماري بالكار هذيك حسب كل باراج 40 الف باراج باش تلحق لهذيك البلاصه تجوز عليه كومبلي يقول لك واش راح دير ما عندكش ورقه ما عندكش اغريمون يقول لك عاودوا لي للدار يقدر يدير لك بروبلام هو دوكا شغل على حسب الوقت تاعنا دوكا واش صاري والمشاكل اللي مصاريين وفهمه واحد اخرى ينجم يقول لك هادو راح يتكونوا مجموعه الى اخره راح يدعموا بلاصه فلانيه فيهم عباده هكذا الى اخره صافي لازم كي تكون عندك ورقه تصريح ليه باش تقدر تخرج برا بعد قد ما نقدروا ان شاء الله بصح ما باش تبعدوا لازم يكونوا عندكم ناس في البلايص هذوك ماشي انتم دي بلاصي واش راكم لازم يكون عندكم ريزو كيما هذيك تاع قافله تاع الشتاء لا تهضر يا خلي الطفله تهضر خلينا على هكذا حقار انا والله حقار امي والله حقار انا مهاجر نو حنايا باش نروحوا نشوفوا بلاصه واحده اخرى ولا نديروا ناس بلاصه واحده اخرى نشوفوا الناس المحتاجين اللي قدامنا اللي لينا اللي نسيو نعاونوهم بعد نروحوا بلاصه واحده اخرى دونك دوكا شابة انت ثاني كنت بدي ديري ماركتينغ لا الفيسبوك اسكو انتم ماكوش ناويين عبر الفيسبوك تزيدوا تكبروا المجموعه تاعكم باش يكونوا عندكم ناس معاكم وشنو في عنابه في تبسه في وهران في تلمسان عبر شبكه الروابط الاجتماعيه فيسبوك هكا يقولوا لنا شبكه التواصل الاجتماعي فيسبوك كما انت قلت عنابه اصلي صافي اوفيسيال ان شاء الله فيها خال تما عنابه جيتي عنابه ما شفتيش معاك ميو يزي برك يزي صافي ان شاء الله باذن الله والله على كل حال يتصلوا بيا من كل الولايات المشكل تاع المقر لازم باش ندير لهم مقر لازم تكون عندك اغريمون باش تفتح لهم فرع في هذيك المكان حتى ما نديروا مقر ليكم قبل يبداو من يبدا بروحه والله لازم يبداو بينا حنا باش نعطيهم فرع والله كاين اتصلوا مني اتصلوا بيا من الميلا ومن القاله قالوا لي بصح هما ديجا من ستاتيو تاع الجمعيه تاعكم لازم يكون وطني باش تقدروا نتوما باسم الجمعيه تحلوا مقر في بلاصه اخرى نتوما لاكو جمعيه هنا ولائيه حنا لازم نكونوا حنا قانونيين باش نديروا هاد الصحه اي بصح ما من الجمعيه تاعكم درتوها ولائيه مام تكونوا قانونيين ولائيا كي تكون عندك ما تقدرش تحل فرع تاعك برا لازم تكون وطني دوكا كي نديروها ان شاء الله ولائيه
نبداو بالقليل ونروحوا دوك نبداو بالوالي والي ومن بعد نديروا زياره ومن بعد كذا نشعلوا الشمع ندعيو عند الوالي كاش ما يفتح ربي احنا رانا ناويين الخير. زدنا سقسينا ثاني الناس عندنا ميكرو طوطو واحد اخر زيدوا نقترحوا عليكم تشوفوه وعطينا لي رياكشن تاعكم. في وقتنا هذا الجمعيه الخيريه ما الرول تاعها ماش ديروا كيما لازم الحال باسكو علاش ما كاش كومينيكاسيون ما كاش توعيه ما كانش هذا هو البروبليم. انا واحد هكذا دي فامي داك وين نسمع بلي كاين جمعيه خيريه راه يدير ما سي با زعما هكذا خلف الحومه قالوا تورغانيزي اون جورني هكذا تاع نيتواياج. بون جمعيه الخيريات بون ما نكذبش عليكم كيما قال الجزائريين انا بور ما نشوفهم غير في رمضان اللي نحسهم نسمع بهم يخدموا بالك يعاونوا شويه يعاونوا الناس بصفه عامه. ما نقدرش نقولوا حنا بلي الجمعيات كاع ملاح وكاع ماشي ملاح ما نقدرش يعني نعملوا جينيراليزاسيون ولكن يعني تما الناس لازم تكون عندها المشكل تاع الثقه. يعني الناس كي يجي واحد الجمعيه يقول لك اعطيني دراهم يعني ما تخاف اسكو صح راح يعني يستعملون في المجال اللي راح يخدم. الجمعيات الخيريه الكثرات ما يمدوهاش يستغلوها لانفسهم. نطلب منهم بلي كل واحد قادر يعني يمد ما يمدش لهذه الجمعيات يروح مباشر لإنسان محتاج باش يكمل الخير تاعهم. ما تمدوش يا ناس خليهم عندكم في الدار ما تمدوا لحتى واحد. بون عاودوا تولات بزاف هذه تاع دونك بروبليم بروبليم كبير باسكو ما يديروش كونفيونس جوستومون. انتوما كيفاش وشنو هي لا ميثود اللي راك واحد تستعملوها باش تكون عندكم مصداقيه؟ ديروا هكذا باش كي تجاوب على سؤال تحت جاوب مع الاول اللي قال ما كاش كومونيكاسيون. لا لا عرفت المره هذيك الحميشو كي قالت هذيك الهضره خلاص نحات الكونفيونس كامل في الجمعيات وحاجه ماشي مليحه هذيك كامل خاص الجمعيات الاخرين ماشي يخدموا كما يجب. تاع عندك ايفالمون ديرها دراهم اللي يكونوا اللي عطاوهم لكم ديرهم كامل في الايفالمون ما تخبيش تقول نخلي المره الجايه وقا كاينه ايفالمون واحده اخرى. خرج كامل وبين بلاك تخدم حاجه تاع خير لازم يكون نقول له الشرف ديالي كي ندير الخير لازم نبين. معليش كاين عباد يقول لك دير الخير صافي علاه دير في فيسبوك الى اخره باش تبين بلي هاوش راني ندير بهذوك الدراهم ولا هاوش راه يدير الجروب تاعي ماشي افر زوخ تاع افر بلي تشرف روحك بلي تقول انا درت الخير وشوفيني بلي انا درت الخير. كاين عباد بزاف كيشوفوا تصاور يقول لك انا ندخل معاك صافي كي يشوف هذيك الحاجه. معليش كاين عباد ما يدخلش بنيتو يقول لك ندخل افر تصاور الى اخره يشوفوني الناس فيسبوك بصح من بعد دور 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 نيتو تعاود تولي الحبسه تاع خير. هاجر انا بوغ موا كي قالت هي تعرف واحد محتاج روح مدلو خلاص مديتي له هذه المره والمره الجايه والمره اللي من بعد. حنا ماناش نخمو هكا حنا رانا نخمو دونك لازم نتعاونوا جوغ لازم التعاون يكون متبادل بيناتنا باش واحد مريض محتاج دواء ماشي نعاونوا هذه المره نسين سهل عليه انا اللي نديهولو سي سا فوالا. كاين واحد ثاني قال بلي كاين مشكل مع الجمعيات ما سمعوش بهم ما يعرفوش يكومونيكي اسكو هي صح شويه هي يمكن هي فيها شويه صح وفيها شويه شفافيه ثاني سي سي با لا لا هذاك البروبليم تاع الشفافيه كيما اللي كان يحكي عليه قال كي تخدم كذا تقابل بلا كونطابيليتي باسكو بو كيسيون دو كومونيكاسيون كاين لازم تكون شفافيه فوالا مي لا كومونيكاسيون راهي كاينه راهم في شبكات التواصل. انا واحد ما نتبعش فيسبوك بعد كيفاش هذاك السيد ما يتبعش فيسبوك هذاك لازم الجمعيات هذاك درتي انت ماشي فيسبوك صافي لازم الجمعيات وهي الحاجه المليحه كامل بداها بحاجه بداها بالهضره ومن بعد بداها بالفعل. دوك حنا ماذا بينا دوك الجمعيات كامل ان شاء الله يديروا حمله توعيه كما نقولوا زعما كيما داز تاع الرسول جوزو قال سير بحاجات ملاح تاع الدين الى اخره كما نقولوا زعما تاع الفوتبال اللي نعنف جوز هكذا نابورت جمعيه يخرجوا كامل على جال نقولوا نهار نتلاقاو كامل صامدي قال انتم في بلاصه احنا في بلاصه احنا في بلاصه احنا في بلاصه شغل كامل كي يتلاقى دوكا واحد يسكن نقولوا يسكن في اضرار يتصل بواحد يسكن في الجي يقولوا احنا ثاني في اضرار داروا هذه الحاجه وفي الجي ثاني داروا هذه الحاجه صافي نكونوا في نهار واحد دوكا احنا نديروا في بلاصه ومن بعد لازم احنا نديبلاصيو بلاصه اللي مليها نزيدوا نديروا فيها التوعيه هذيك شغل ما درنا والو احنا نتعبوا في باطل بصح كيكونوا زعما نقولوا كيما دوكا راهم يديروا في الخرجات هذو في ليفالمون يديروا احنا اللي درنا خرجه هذه لازم نديروها خير من الجمعيه الاخرى ماشي الصح كيما هذيك الصح كي انت دير والاخر يزيد يدير صافي بليزي كي انت دير حاجه والاخر عندك يدير حاجه ماشي صح انت دير حاجه والاخر يديرها خير منك. كاين ثانيك باش تحبوا تكومونيكي تقدروا ديروا لي زافيش بيان سور عندنا هكاك عندكم لي زافيش خدمنا شحال من مره خرجنا الالجي سربيناهم شكون اللي امبريمي لكم لي زافيش؟
امين يا بريمي. شكون انت بريمي في الدار تسمع؟ امين يا بريمي. امين. شتو قال راح دير فورماسيون انفورماتيك وراح دير فورماسيون في الانفوغرافي. تقول انت بريمي. فازك هذا الشيء اللي حكينا. تحيه تحيه لكم صح. تحيه 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 على ترانزيسيون. حبه حلوه. زدنا باش كاع يطيحوا. دونك نمشيو معاك لينسياك. لينسياك وي من اليوم غادي نتعرفوا على لا سبيسياليتي اللي في لا فورماسيون ولا في الانستيتيو يسموها سي اي جي ولا سينون بمعنى واحد اخر اللي هي الامبريمور ولا كيما قلنا لو كوندكتور دو ماشين هي انت تقول شي غير اوفسيت ولا اون جينيرال ا امبريسيون اللي تدخل فيها اوفسيت فليكسو ولا 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 اوتر دونك هذا جبنا لكم دي زيماج كيما العاده وين تقربنا من لو فورماتور هضرنا على لا سبيسياليتي على لو ميتي هذا مسيو بوعكلي في مولود ou les stagiaires font les images. La spécialité CIG, c'est communication et industrie graphique. Là, ils apprennent les techniques d'impression, etc. Comment imprime un produit, comme flyer, etc. et affiche. Pourquoi cette spécialité? Parce que tout simplement, c'est une spécialité qui est très intéressante, d'autant plus qu'elle évolue de jour en jour. Je fais un métier qui est très intéressant, c'est un métier d'avenir, donc je me suis dit pourquoi pas. Ken des amis, qu'alors des journalistes. عرفونا على لو ميتي قالونا سي تان ميتي دافونير ان ميتي شغل امبورطون اي تو لامبريسيون سي دي بروسيدي دامبريسيون عندنا البروسيدي اوفسيت عندنا البروسيدي سيريغرافي البروسيدي فليكسو اليو اكسيتيرا في الديبي صح سي فري تكون عندي يكون عندك ان دوت واش غادي ندير هنا شغل بالك ماشي سبيسياليتي مليحه بالك ماشي بلاصتي مي مع الوقت ديكوفري بليك سي تان ميتي تري امبورطون ودوكا راهو شغل بزاف كامل لي دومين يسحقوه شغل ما تلقاش ان دومين ما فيهش لانفوغرافي ولا ما فيهش كوتي كونسيبسيون رياليزاسيون لا سبيسياليتي سي اي جي سي دو فار توت لا شين غرافيك كونتريرمون لا سبيسياليتي انفوغرافي اللي يحبس كو في لا كونسيبسيون سي تادير هنا يدير لا كونسيبسيون بلس لامبريسيون اي لا فينيسيون صافا مع لي ماشين حنا شفنا كاع لا شين غرافيك حنا لا سبيسياليتي تاعنا سي اي جي دونك من لا بي او حتى لا رياليزاسيون دونك دزنا على لي ديفيرون بروسيدي اللي كاين هنا في الانستيتيو وواحده منهم لوفسيت هذه نافيش تياليزات دابور تكون اون ايدي ومن بعد تولي اون اسكيز ما لوفي ومن بعد تروح لورديناتور كونسيبسيون باغ دي لوجيسيال سبيسيال ابخي تروح باش ندوها لا رياليزاسيون لا رياليزاسيون تكون اوفسيت في لا ماشين اوفسيت تكون باغ ايتاب نريقليو البابي نريقليو لا ماشين لونكر سا ديبون شحال فيها من لونكر سا ديبون تيب دو بابي ويا رايحة حتى تخرج في لا ريسبسيون لازم تاني كيكون عنده ان اسبري كرياتيف لازم يكون عنده ان اسبري ديكيب اكسيتيرا بيسك سي ان ترافاي ديكيب جو كرا كان فوق ما كاش ان ترافاي تاع ان هوم ولا ان ترافاي تاع اون فام دونك دوك لا فام تقدر تخدم نيمبورتو و سورتو في لي ماشين سا دوموند با دو لا اون فورس ولا سي دي تكنيك سي ديفيسيل صح باسكو باش تلقى بلاصتك بين الرجال لازم فان دون ان اتيلي سي ديفيسيل كاين ما يخدموكش كاين مي مع الوقت انت تبروفي لي كاباسيتي تاعك كاين دي فام من لحقوا يخدموا دي ميتي ما قدروا لهمش الرجال وانت واش طارتك ان بروجي ان شاء الله كيما كامل ستاجير نكملو هنا وان شاء الله نحلو notre propre société ou la نخدموا dans un lieu مليح ان شاء الله وين نلقاو راحتنا الله جابوا لهم ماتيريال خويا جابوا لهم ماتيريال الله حبيت نبكي احب يعجبوا لي شي تعطوني تقرا لا قالوا لي بلي كنت تلميذ غير مجتهد انا وش بك انا خطرة ما رحت الصباح صبت الشتاء ما طلعتش نقرا حسني حبست وطلعت ايتي ميتي كي لحقت دخلت الكلاس قال لك يا ودي خرج ما كنت ابسون خصت فيهم ديجا كنت ابسون سي بيزار انا فورماسيون مشي للمسيد رحت عند لا سيرفيون جينيرال قالت لي بي تاعك تعطيني بي تعطيني مو ديكسكوز قلت لها ما كانت صب الشتاء ما عنديش بارابلي ما طلعتش نو لازم تقول لبابك بديت نضحك
C'est bon, je suis encore à la quête. Tu peux continuer. Donc, il m'a dit que nous avons fait l'infographie où nous avons dit que nous avons appris des techniques où nous avons appris des logiciels. Oksimou laka billah. Donc, et le but à l'infographie qui m'a connu à tenir, c'est de traduire l'idée en image. À l'impression, kif, le but, c'est d'avoir une bonne finition. C'est des techniques que j'ai appris le motarabis, mais il y a des choses comment maîtriser ou la manipuler des machines. Là, on va les citer, qui m'a l'offset, Flexo, ou là, des machines de sérigraphie, ou là, au niveau de l'institut, le motarabis, j'ai appris à l'aider. Quelle est برك لانفوغراف لانفوغراف كما نعرفو كي كيخدم يقدر يبو ريكتيفي يبو كوريجي مي لو لو سيتادير لو لامبريمور اون فوا اي لونس لامبريسيون ولا لا ماشين اي تخدم كلاه بوبي كلاه بوبي وعلى هذا لازم اي فوا افوار ان بون ريفلكس سي بور سا سي ان ترافاي دو بريسيزيون سما ان بون ريفلكس باش pour qu'il intervienne ou là pour intervenir في المومون هذاك pour éviter la catastrophe que تعرف الورق غالي لونكر دا دونك فيها خساره كبيره شنو خرج خضراء نورمال واش بيه نورمال ميم كاين دي تكنيك وين لامبريمور كونت يل امبريم سما كي تكون ورقه فوق ورقه كاين دي تكنيك pour éviter الورقه تلصق مع ورقه دونك هاد لي تكنيك قال لازم يتعرف عليهم المتربص كميتي في الفلاش فوالا كي يجيبوا هي اللعبه كاع في الفلاش اللعبه كاع في الفلاش لازم يعرف في الفلاش تاعو على بالو واش كاين في الفلاش اج لا فوي ترانسبارونت هذيك اللي بها تعاود تخرجها سور لا بلاك هذيك اللي فو با يراتي تيلمون سي امبورطون سي ان تروك دو بريسيزيون سما جينيرالمون لي امبريمور تاعنا كاين اون اون بيرسون سبيسياليزي لي ندير وحده الفلاش هي دي بواط يفون كو سا يفون كو دو فلاش يفون كو لو فلاش هذا جي لي رماركي سورتو مع لي جون كي اون بينيفيسي دو لاد دو لونسيل سي تري شير فوالا تري شير اكزاكتومون دونك قلنا سي تي ميتي دو بريسيزيون سي تي ميتي تاني وين يفو افوار دي كونيسونس اون en automatisme électronique mécanique ou tani hydraulique ou tani des connaissances en informatique voilà donc la formation fera 2 ans plus 6 mois de stage pratique avec 2 options soit apprentissage les serre سن وين سن لو جون هذا يحبس حتى 35 عام سينو ريزيدونسيال من لو نيفو تاع تيرمينال حتى الما لا نهايه افيك ان نيفو كيما قلنا انفوغرافي قلنا بلي يقدر صحاب شعبه الاداب يقدروا يلتحقوا مهنه لا لا برك سيونس ولا تكنيك ولا مات و لو يعني الحاجه المليحه سيك في سي اي جي المتربص هذا يفي لي دو يفي انفوغرافي et impression. Par contre, l'infographie, il peut dire que voilà, il peut dire que l'infographie. Voilà, c'était le la spécialité du jour. Merci beaucoup Mahidi Medbar, yatik saha. Lhaqna el khitam hissatna, qadouna ba3d el daqa'iq nkemlouhom ma3akom. Ya nas li rakou nawin el khair. Ya li rakou waqtach dirou had el khair li rakou nawin. Inchallah, Allah inchallah. Ana nawin. انا ناوي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله فيها خير بون الو واش بروشين اكسيون تاعكم وقتاش ان شاء الله على واحد نقولوا في مارس عندنا دار العجزه تاع سيدي موسى ولايه بليده ودار العجزه تاع جزائر العاصمه اكزاكت في باب الزوار تسمحوا لي اسمحوا لي نقول لكم واحد الحاجه اسمحوا لي هذه دار العجزه هاك تاعنا سابك شغل تلحق دار العجزه تلقى لاشين تاع الجمعيات الخيريه في الدخله تاع دار العجزه فاريس لي زاكتيفيتي باسكو النائيه كيما على برا كيما تسكو بزاف لي زاسوسياسيون ديبلاسمون لي مشكل لا لا ما نعتق شانجي داكتيفيتي تو سامبلومون ولا ماشي غير دار العجزه trouver autre chose soit innovant. Projet ديالنا قبل هذا البروجي اللي مازال له واقيل شهر عندنا 4 عائلات كان محتاجين ناوي نروحوا لهم ونشوفوا ديجا رحنا شفنا واش محتاجين ورانا نشوفوا نسيو كيفاش ديروا باش تعاونوا هاد الناس هادوما منين نجيبوا لي فون لا على كل حال كاين عباد نطرحوا عليهم هذا الاشكال قالها واش كاينه واش كاين هذوك لا فامي ها واش محتاجين كاش ما تقدر تعاوننا ونقولوا له زعما نكبوا له كونفيونس تحبر واحد جي معانا تعرف وين جايين اكزاكت واش يحتاجوا ومن بعدك عليك وعلى النيه سمعتوا ما انت ميديا وسيط تبلغوا الناس ولا عندكم اسكو فو سيبلي الناس اللي تقصدوهم باش يعاونوكم كاين الله يبارك على كل حال في السوسيتي تاعي كاين اللي يعاونوني وكاين عيبه ثاني يقول لك اروح لي نسين نعاونك باش نقدر
وكاين مجموعات اللي يتصلوا بهم وجمعيات شغل عندهم لاغريمون الى اخره شغل يقدروا كشما يشوفوا لك شي حاجه عندهم. هيا بقات من دقيقه هاجر نعطيك الكلمه باش تقطعها لك في النص هذا. لا لا ماشي على هذيك برك حنا اللي سوقتي اللي درناهم ولا الحفلات اللي درناهم لا بلو بار تاع الدعم كان منا حنا حنا الاعضاء نتعاونوا نحدوا قيمه ماليه باينه نسيو كامل نشاركوا ونديروا شي اللي قدرنا عليه. Voilà, Rabbi Koum Foulioun, Inch'Allah. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que déjà l'initiative est très bonne. Rana Nawin Lkhair, Shabab Lkhair, Hadafouna Isaad Lkhair, qui m'a écrit un t-shirt, Hadas Barchoua. Ah, je connais comme sérigraphie. L'institut de 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 l'Institut بسكو اكو فيسبوك اللي هي رانا ناويين الخير رانا ناويين الخير عبر صفحه الفيسبوك. شكرا لكم مره اخرى يعطيكم الصحه اللي جيتونا. الله يكون في عونكم ان شاء الله. يفتح عليكم البيبان امين يا رب. يفتح عليكم التواقي ويفتح عليكم الديار ويفتح عليكم كاع واش كاين يتفتح ان شاء الله. ويعطيكم الصحه اونكور فوا برافو بور سكو فات. ربي يدومها ان شاء الله. اي بي حنا نكملوها مع فيري طارطار اليوم تاعك بيسكو سي ديمونش. امين يخلف محمد بونوغاز فيري طارطار ايبيزود جديد تاع لا في روحكم. بقوا على خير. ديزومي هكذاك. بون عاودوا تلاقاو غدوه ان شاء الله الى حبر ربي من 6 ونص ل 7 ونص. بون سينو حاجه واحده اخرى جو سي با. ما عادش تو تو يهموكم ما يهمونهاش قدام. لا واليوم مريم الجره هي لابسه مولوديه في الشغل. وي فوالا نكملوا ليميسيون بها. ميرسي انكور يعطيكم الصحه شرفنا خفاف عليكم. تشاو. صمغو صمغ انت ايه بسم الله يا شيخ. بسم الله يا شيخ بدا ادو لا انت تسبك واش بيه يا ودي. حنا نبغوا الدراري والاطفال الصغار كيما انت مزور صغير وبدا شجعوا الدراري الله يحفظك يا شوابين. مرحبا واي قصرنا فيك ابني. تفضل نبداو هنايا. تفضل مرحبا. حط روحك انا نهضر انا كبير عليك. نهضر يا شيخ. أو قال لك يا شيخ أنا أسبق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حزبكم المحبوب. مرحبا بكم في حزبكم المحتم. الحزب الواحد اللي ما يزغدوا حتى واحد. لأنه واحد. ها واحد زيد واحد يساوي ها واحد أستي واحد. صبروا صبروا اصبر اصبر. هذاك واش بيه؟ اسمع شكون هذاك؟ وما تخلاش او يضحك. روح قلعوا قلعوا روح قلعوا من بلاصته وقلعوا صفقوا. كمل يا شيخ. روح ليش عم يقولوا؟ الحزب الواحد اللي الحزب الواحد يجيب لكم حاجة جديدة. اضحكوا جديدة جديدة كيما قال الشيخ. ها قادر تقول حاجة قديمة قديمة نورمال. ها قديمة ولا جديدة؟ هل سيدي تعجب ولا ما تعجبش كيف كيف؟ يا ابراهيم حتم عليكم. ها لانه حزب واحد دس. واحد زين واحد ويسوي واحد ويسوي واحد دس. صفق. شكون هذا؟ ها قل قلعوا قلعوا بلاصتو قلعوا. هاك انا جاي لعب انا هنا. خبيش. لعماية هنا. ها كمل يا شيخ كمل. اقتراحاتنا واحدة. ها عقليتنا ها واحد دس. أعضاءنا وحدة. هلا بيتاني ها وحدة كيما انتوما. ها الخلاص عمرو ما يكون واحد. مش واحد الخلاص مش واحد. ها كيف انت تخدم انا اخدم وانت قاعد تقول لي واحد. والله هذه سلسلة زينة هذه. روح لك لا بيتانا مش واحدة. الخلاص عمرو ما يكون واحد. خلاص هاي خلاص هاي خلاص ديسكور هاي كل واحد هاي صفق صفقوا. طرطار